السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المستويات الرائعة التي يظهر عليها النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزية الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو حوافز. وقال موقع سبورت 5 إن ليفربول الذي يعد أفضل فريق بإنجلترا حاليا بعد مانشستر سيتي تمكن من تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وأضاف أن محمد صلاح اللاعب المصري تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول ليحقق رقما قياسيا، حيث لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم أكثر مما سجل محمد صلاح في 26 مباراة. وتناول الموقع تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول التي أكد خلالها أنه يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم. ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدف مع هاري كين لاعب توتنهام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.